حبايبي أبطال الصف الخامس الابتدائي مكملين مع بعض حل تدريبات كتاب المعاصر. جهز كتابك يونت 1 ليسن 2 ونبدأ مع بعض يا أبطال. السؤال الأول بيقول لي listen and write T true or F false، يعني لازم أستمع وبعد ما أستمع هكتب صح أو خطأ، تي لو الإجابة صحيحة، فولس لو الإجابة خطأ. الكتاب قدامك، أعمل إيه يا مستر؟ أقرأ الجمل كويس وأفهم معناها. I like visiting my grandma. I like visiting my grandma's house. أترجم معناها وأفهم كويس. My grandma has an apple tree. We usually have fresh lemons and mangoes from her garden. أجاوب إزاي يا مستر؟ اسمع دلوقتي واكتب إجابتك. I really like visiting my grandma's house. My grandma has a mango tree in her garden. She has got a lemon tree too. أيضا we usually have fresh lemons and mangoes from her garden. تعال نشوف مع بعض. آدم number one. I like visiting my grandma's house. True or false? True. Want آدم number two. هاجر. My grandma has an apple tree. False. False. Excellent, هاجر. معانا سلمى. We usually have fresh lemons and mangoes from her garden. الكلام هو هو ولا مختلف؟ We use his fresh lemons and إجابة صحيحة. السؤال التاني. Choose the correct answer. Choose the correct يعني اختار الإجابة الصحيحة. نسأل كريم. Do you like a an some any orange؟ ان ان طبعا صحيحة، علشان اورنج دي مفرد بتبدأ بصوت متحرك. خدنا ان سم مع جملة المثبتة ومع الجمع ومع would you like، لكن هنا اورنج واحدة بس، اني مش هتنفع وآه مش هينفع. السؤال بعد كده لرقية. Are there books on the desk? Any, some, an, or a؟ صم صم. امتى صم علشان يا رقية؟ ثانية يا رقية، بوكس في آخرها اس. بس دي سؤال يا رقية، وامتى استخدم صم في السؤال؟ Can I have some؟ لا ما فيش. Would you like some؟ لا ما فيش. How about some؟ ما فيش. ايه اللي موجود هنا؟ Are ارزي there؟ ده سؤال، يبقى ايه اللي انا هستخدمه دلوقتي؟ some ولا any؟ اني any. يبقى any في حاجتين يا رقية، لما الاقي سؤال ولما نانسي الاقي نوت. لما يس لاقي سؤال ولما الاقي جملة بس منفية. اكسلنت اكسلنت رقية. عايز اسمع يارا. We can eat for dessert. dessert يعني التحلية. ايه اللي ممكن نأكله للتحلية يا يارا؟ شوكليت. شوكليت. اكسلنت يارا. يمنى معانا. يمنى. We need for salad burgers, nuts, cucumbers, jam. كيوكمبر. نحتاج
كامبرز طبعا، خيار سلطة من غير خيار مش هينفع. We need some cucumbers for salad. شايفين some؟ جملة مثبتة ما فيهاش not وجاي وراها جمع. Read and match A with B. How about؟ أسأل معايا. معايا مين يا أبطال؟ جودي. How about؟ How about ده سؤال، يبقى لازم في النهاية question mark. واللي بيجي بعد how about فعل مضاف له اي ان جي، يبقى فين اجابتي؟ بوينج اللي هي آخر واحد، اللي هي تانية، اللي هي برقم دي. How about buying some apples? How about ال verb ing موجود اهو. Number two, will you come؟ هل سوف تأتي؟ will يعني هل سوف، يبقى ده سؤال. هستخدم ايه يا رقية؟ will you come؟ Will you come? هل ستأتي إلى إلى إيه؟ To the market with me. Excellent رقية. Will you come to the market with me؟ بعد كده آدم. We haven't، شايف يا آدم في not، We haven't got. أنا مستر آدم آدم I make my bed. لا، we haven't got يعني ليس لدينا، ليس لدينا إيه؟ Any milk؟ any milk. excellent آدم. كريم. I would like I would like some carrot, please. See. طبعا احب بعض من الجزر من فضلك، اود بعض من الجزر من فضلك. سؤالنا الرابع، reorder the words to make correct sentences. هقرا الكلمات would like I apples some please. مين شطور بقى مستعد يجاوبها إجابة صحيحة؟ تفضلي تفضلي يا يمنى. تفضلي يا يمنى. I like word apples. لا some apples indeed. بس انا عايز وود لايك مع بعض، وود لايك مش لايك وود، يبقى اقولها ازاي يا يمنى؟ I would like some apples. Some apples, please. I would like some apples, please. Excellent. Some buying about lemons to have. مين مستعد؟ يرفع ايده بسرعة. هاو ايه؟ يلا يا آدم. Have to some. How about، بعد how about يجي فعل ان جي. How about being some lemon? Buying some lemons، وفي الاخر اكتب كلمة ايه؟ تو. اسمعها تاني من سلمى. اكسلنت ادم، اكسلنت يومنا. How about، يلا يا سلمى. يلا عايزين نجاوبها، هنقولها ازاي؟ ايوه انا يمنى اجاوب. لا انا عايز سلمى. سلمى يلا سلمى.
Or to help. For lunch. How about? مستر حضرتك سمعني؟ انت قلت الثالثة. ماشي يا سلمى، حلو. بس عايز اسمع كريم في نمبر 2 تاني. اوكي مستر. How about buying some lemons too? Excellent. How about buying some lemons too? Excellent. وزي ما قالت لي سلمى، هنسمعها مرة تانية من رقية الجميلة. يلا يا رقية. would like you lunch for هبدأ ب what، يبقى what ايه؟ what would you like for lunch؟ مرة تانية، what would you like for lunch؟ what would you like for lunch؟ عايز اسمع مين معانا هنا؟ هنا. انا موجودة. هاجر، تفضلي يا هاجر. ار 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 اني ار اني ار زير على طول. ار زير ار زير ان ار زير ار زير ان اني ايوه اني أونيون زافريج. إن زافريج. خلي بالك على أنا أرتب صح. Are there يعني هل يوجد؟ هل يوجد أي؟ Are there any onions in the fridge? Are there any onions in the fridge? Are there any onions in the fridge? Read the text and answer the questions. المفروض أقرأ الأسئلة والقطعة وهبدأ أحل. هنا بتقول ليلى، بلاش كتابة هاجر، I am ليلى، بتتكلم عن نفسها. I am ليلى، I am in grade 5 سنة 5. I always get up at 6، أنا دايما بستيقظ الساعة 6. I have my breakfast with my family. أتناول فطاري مع عائلتي. I have yogurt and fruit salad. عندي وتناول الزبادي وسلطة الفواكه في الفطار. My sister likes to have fried eggs and bread. خلي بالكم، ليلى بتحب تاكل زبادي وسلطة فواكه مع أسرتها، لكن أخت ليلى بتحب البيض المقلي والخبز. My parents like to have فول مدمس، لكن الوالدين بابا وماما ليلى بيحبوا يأكلوا إيه؟ فول مدمس. In the afternoon، بعد الظهر بقى، وقت الغداء. My mom and I go to the market. لا يا مستر، بابا وماما ولا مين اللي بيذهبوا للسوبر ماركت؟ لا يا مستر، My mom and I، أنا وماما، يعني ليلى وماما، بيذهبوا للسوبر ماركت، للسوق. We buy chicken، نشتري دجاج، burger، vegetables، خضروات، and rice، وأرز كمان، for lunch. يبقى هيتغدوا إيه؟ chicken، burger، vegetables، and rice. My sister and I always help our mom in the kitchen. أختي وأنا دايما بنساعد مامتنا فين؟ في المطبخ. السؤال هنا لكريم، ليلى's have full مدمس for breakfast. ليلى's
آكل ملمس for breakfast. ادي فور بريكفاست صح كده، فول مدمس صح كده، فول مدمس. ارجع الاول، اول الجمله يطلع مين بقى الاجابه؟ Parents. بيرنس. يبقى اجابتي هنا ايه؟ Parents. بيرنس طبعا، ليلى's بيرنس هاف فول مدمس فور بريكفاست. جيت اب مينز، يعني ايه جيت اب؟ اختار هنا، wake up، climb، play، sleep. wake up، get up، climb، play. يعني يستيقظ بالمعنى. wake up بتساوي get up، لكن climb يتسلق، play يلعب، sleep ينام. بعد كده يا أبطال عايز سؤال ليه. Where does ليلى go in the afternoon? Where does ليلى go in the afternoon؟ يومنا موجودة. Where أيوة. يعني أين تذهب ليلى بعد الظهر؟ أدي in the afternoon. Yeah, she goes to the market. She goes to the market. أقول to the market، أو أقول she goes to the market with her mom. سؤال لجودي، what does ليلى have for breakfast؟ جودي، نعم يلا يا جودي، كي ايه اللي بتاكله ليلى؟ جيتر اند فار فورتي. لا مش فرايد، جيرت اند، مرة تانية يا جودي. يبقى she has you girl and fruit. She has you girl and thank it with. عايز يارا، have grapes please. نعم يا مستر. الحرف يا يارا كابيتال ولا سمول؟ كابيتال. كابيتال. وترجم الجملة، can I have some grapes please؟ معناها هل يمكنني أن أخذ أو أتناول بعض من العنب من فضلك؟ سؤال. في حاجة تاني عايزين نكبرها، السي كابيتال. ايه كمان يا يارا؟ الاي الاي، السي كابيتال والاي لازم تبقى كابيتال. Can I have some grapes please؟ اخر سؤال عندنا، write an email of about 40 words about your balanced diet. هنتكلم على الغذاء المتوازن to your friend هاني. Your name is عمر، اسمك عمر. Your email is amr@gmail.com. Your friend's email address is hani@gmail.com. ازاي اكتب ايميل؟ طب انا هكتب في ايه؟ هنستخدم فيه what do you have for breakfast، ايه اللي ممكن تاكله في الفطار. What healthy food do you have، ايه الطعام الصحي اللي يجب ان تتناوله. تعال نمشي مع بعض خطوة خطوة يا أبطال. أول حاجة هقول from. from مين؟ هو اسمه إيه؟ from مين؟ مين اللي باعت؟ مين اسم اللي كاتب لك your name؟ your name يبقى إيه؟ اسمك عمرو، يبقى أقول to عمرو
ولا from عمرو؟ from عمرو at gmail.com. يبقى عند from واكتب اسم الراسل اللي هو اسمك your name is عمرو، واروح كاتب عمرو at gmail.com. تو لمين الايميل ده؟ صديقي اسمه ايه؟ هاني. طب اكتب هاني at gmail.com. الموضوع عن ايه؟ my balanced diet، غذائي المتوازن. اروح كاتب دير هاني، صديقي هاني احييه. how are you and your family، كيف حالك وحال اسرتك. بتكلم على يومي، I get up at 7 o'clock in the morning، أستيقظ في الصباح. I have a breakfast with my family، بفطر مع عائلتي. I have a breakfast with my family. بعد كده my breakfast consists of cheese, milk and bread. تتكون من consists of. طب ممكن أقول يا مستر I have a cheese, milk and bread for breakfast. طبعا ده اللي اتعلمناه. تاني I have cheese, milk and bread for breakfast. They are all healthy foods. كلهم زي ما شايفين أطعمة صحية. I have some vegetables and fruit. أتناول بعض من الخضروات، بعض من الفاكهة. Because they have a lot of vitamins. الخضار والفاكهة في فيتامينات كتير. I wish you good luck. I wish you good luck. أتمنى لك حظا جيدا. نهاية. Write to me soon. اكتب لي قريبا. Yours. أختم بمين؟ أيوة الراسل. الراسل هنا اسمه إيه؟ عمرو. صديقك عمرو. يبقى الأول to from subject أحفظهم. to عمرو at gmail.com ولا from؟ لا from اسم الراسل. بعد كده to المرسل إليه. بعد كده subject الموضوع dear عزيزي، مرسل إليه، مقدمة how are you and your family، الموضوع اللي أنا هكتب عليه، وأختم له write to me soon، وفي الآخر yours صديقك. الراسل اسمه عمرو، اكتب الاسم ما اكتبش الحساب، ما اكتبش عمرو at gmail.com غير قدام from، لكن تحت اكتب الاسم الراسل. مستر ناصري loves you so much. I love you.